هذا النسر الطيار ينفر جناحيه إيدانا بدخول فصل الشتاء بأعالي جبال تكجدة. شعلة نار أعطت إشارة انطلاق الموسم الشتوي بالمركز الوطني للرياضة والتسلية بتكجدة، موسم سيشهد برامج ثرية بمرافقة السلطات المحلية. موسم الشتوي حيث تم استعراض جميع التدابير المتعلقة بالتحضير للموسم السياحي، وكأيضا استعراض الإجراءات التأمينية والإجراءات الوقائية، وبالتالي كل الظروف إن شاء الله متوفرة لإنجاح هذا الموسم. عروس جرجرة تستقبل زوارها ببرامج ثقافية وترفيهية ورياضية ممتعة. نحن كمركز هيئنا كل يعني العتاد حيثا من جانب البشري وحتى يعني المادي من اجل وضع هذا السواح في احسن الظروف ان شاء الله. ومن هذا المنبر نوجه نداء لكل العائلات والسواح والرياضيين، قولهم المركز الوطني اعلن رسميا عن الافتتاح الرسمي للموسم الشتوي، وان شاء الله راح تكون سنه فالخير على الجزائر ان شاء الله. زوار قادموا من كل نواحي الوطن يستمتعون بجمال الطبيعه الخلابه. جده لها الحال ذي الطيج نوساد نزراني يزير نفرح مليح، يعني يعطيكم الصحة تمر تيلهان سيزيك الحملية ثم دقيك سنتيم كل مكان سيوار سيقسم تنهار دقي ولا رايلة سلج بيان سلج ما شاء الله. مرحبا يسونا لقارت يجدا وني بغانا دياس المومو يقينا وثفل شو ميك صحة الحال قطر اسمه رثي لي يخسر الحال ثريسكي شوية. في انتظار إعادة تأهيل المصاعد الهوائية بتكجدة تبقى الوجهة المفضلة لعشاق السياحة الجبلية.